أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: بعض طلاب العلم ليس لهم هم إلا اتباع أخطاء العلماء وانتقاصهم وتغليطهم، فنرجو منكم نصيحة لهؤلاء الشباب. قلنا هذا، قلنا طالب العلم يقبل على طلب العلم، يقبل على طلب العلم ولا يصير همه القيل والقال. القيل والقال مهما كان حتى في العوام، ما تشغل نفسك بالعوام وتنقصهم، فكيف بالعلماء؟ العلماء لهم مكانة ولهم فضل، فيجب أن تحترمهم. وحتى لو أخطأ أحد منهم بعض الخطأ، أليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأنت لا تتلمس أخطاء العلماء وتشتغل بها، تترك طلب العلم ولا تعلمون على فلان، لا تأخذون من فلان، لا، هذا ما يصلح أبدا. علينا أننا نتبع العلم ونأخذ العلم عن أهله، ما دام العلماء موجودين فإننا نغتنم هذه الفرصة ولا نشغل أنفسنا بالاشتغال بتتبع الأخطاء وتلمس الأخطاء. أنت مالك أخطاء؟ أنت يمكن أنك أكثر من أكثر الناس أخطاء، كيف تشتغل بأخطاء الناس وتغفل عن أخطاء نفسك؟ هذه خصلة ذميمة، وهذه شغلت طلبة العلم وشغلت الشباب وأوقدت في قلوبهم الحقد والبغض بعضهم لبعض، وأيضاً أبغضوا أهل العلم، كله بسبب هذه الوشايات وهذه الأمور التي لا فائدة منها. نعم.